الحمد لله رب العالمين يا رب. أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وقل لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصر الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. اللهم ارفع راية التوحيد، اللهم ارفع راية القرآن. اللهم اجعل هذا الشهر الراحل الكريم شاهدا لنا لا علينا. تقبل فيه صيامنا وقيامنا وصلاتنا وجميع اعمالنا. اللهم اجعله شهر نصر لأمة محمد. فرج الكروب، واغفر الذنوب، واستر العيوب. اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب. اللهم قنا شر خلقك، اللهم قنا شر خلقك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. واشهد ان لا اله الا الله. اسمع اليه، اسمع اليه وهو ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول، يقول مولانا جل جلاله: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. واشتد غضبي على من وجد منصورا مظلوما، اشتد غضبي على من وجد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. إلهي، يا إلهي، يا من تنادي على العباد اجمعين وتقول: يا عبادي، يا عبادي، لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي، انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. الله الله. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. يا إلهي،
يا إلهي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي؟ أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ إلهي، اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة، أسألك وأنت تعلم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، أسألك أن تجعل العزة لأمة حبيبك محمد، اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة، وأنا العبد الفقير بين يديك، أسألك، لا أسألك نفسي ولا أسألك مالا ولا أسألك جاها ولا أسألك منصبا من مصائب الدنيا ومناصبها الزائلة، أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، انصرنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، اسمع الى سيدنا وهو يحذر الظالمين من دعوة المظلومين فيقول، يقول السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويستقبلها الله جل جلاله ذاته ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تفتح لها أبواب السماء، من الذي يستقبلها؟ الله، الله ذاته، الله ذاته يستقبل دعوة المظلوم ويفتح أمامها جميع أبواب السماء ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ابن آدم، يا ابن آدم،
لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك، تنام عيناك، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك يا ظالم، تنام عيناك يا ظالم، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أنا اليوم على موعد مع سيدي، أنا اليوم على موعد مع سيدي، مع أستاذ الإنسانية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أسأله سؤالا ويجيب على السؤال بجواب شاف كاف واف، فما هو السؤال وما الإجابة؟ أيها السادة الأعزاء، مع الدرس 114 انتقل بحضراتكم الان الى معلمنا الاكرم، الى مرشدنا الاعظم، الى النبي الكريم العظيم المصلح الامي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين، والفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط بين معترك الامواج الى شاطئ الله رب العالمين. اليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله يا سادة يا كرام، لو علمتم فائدة الصلاة على رسول الله ما كفت الألسنة عن الصلاة عليه. اسمع الى الحديث الذي رواه الامام الطبراني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال جفى الله محمدا عنا ما هو اهله فقد اتعب 70 من كتبة الملائكة يكتبون له ثوابها 1000 صباح. جفى الله عنا محمدا ما هو اهله. هذه الكلمة لو قلتها فإن 70 من الكرام الكاتبين يظلون يكتبون لك ثوابها 1000 صباح. تعالوا أيها الإخوة، وقبل أن ألج الباب على رسول الله أقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله، الله تعالى وضع آية الدعاء بين آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أين موضعها؟ بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أسأل السيد الجليل، لماذا وضعت هذه الآية بين آيات الصيام؟ وهنا يبتسم الرسول ابتسامته المعهودة، فقد كان ينساب في أخلاق أرق من النسيب وأنظر من صفحة الروض الوسيم، ويجيبني قائلا: أرى لا تعلم أن هناك ثلاثة لا ترد لهم دعوة؟ ثلاثة لا ترد لهم دعوة. اسمعوا إجابة رسول الله، اسمعوا إجابة النور الهادي، اسمعوا إجابة الرجل الذي خرج في جامعته أعظم الرجال، اسمعوا إجابة الرجل الذي تخرج في مدرسته المصلحة العظيمة كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الفذ كعلي، والفيلسوف البارع كسلمان، والمدرس القدير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد. اسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات أمريكا ولا أوروبا، إنما تخرجوا في جامعة عميدها المصطفى محمد. نعم نعم يا سيدي، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الصائم، الصائم له عند الله دعوات مستجابات ما دام صائما. يؤكد هذا الحديث ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وما نطق به الفم الشريف فم رسول الله، حيث يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. دعوة ما ترد، دعوة الصائم الله لا يردها، الله يفتح لها أبواب القبول، الله يستجيب لصاحبها. وبعد دعوة الصائم تأتي دعوة الإمام العادل، والمقصود بالإمام هنا هو ولي أمر المسلمين إذا كان عادلا. ولذلك اسمعوا ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ماذا جرى لسعد؟ كان سعد حاكما على بلاد العراق من قبل امير المؤمنين عمر، وقدم اهل العراق فيه شكوى الى عمر يقولون فيها: ان سعدا اذا صلى بنا لا يحسن الصلاة. افتراء على الله، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. اهل العراق اشتكوا سعدا الى امير المؤمنين عمر، وكان عمر قبل ان يسمع باذنيه يرى بعينيه. لم يكن عمر رجل تقريرات ترفع
لم يكن عمر يفتح عينيه للقيل والقال، لم يكن عمر يفتح اذنيه للوشاح، لم يكن عمر رجلا يسمع باذنيه ثم بعد ذلك يصدر الاحكام بناء على ما سمع، انما كان عمر رجلا ينفذ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. لم يكن عمر يسمع بأذنيه، انما كان عمر يرى بعينيه بعد ان يسمع بأذنيه. عمر الذي بلغ من خوفه من الله انه كان اذا جلس مجلس القضاء ليفصل بين الخصوم كان يرفع الجلسة فجأة. لماذا؟ ليتناول كأسا؟ لا. ليشعل سيجارا؟ لا. ليلعب دورا من الطاولة؟ لا. كان يرفع الجلسة فجأة ثم بعد ذلك يفتح المصحف ويقرأ فيه 5 دقائق ثم يعيد الجلسة الى الانعقاد، فيقولون له: يا امير المؤمنين، اترفع الجلسة لتقرأ القرآن ثم تعيدها؟ فقال لهم عمر: نعم ارفعها لأقرأ القرآن، لانني اخشى ان يشكوني هذا المصحف الى الله يوم القيامة ويقول: يا ربي ان عمر اتخذني مهجورا. مهجور؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اين نحن؟ اين نحن الان؟ اين نحن؟ عمر الذي لما مات رآه عثمان في المنام بعد موته فقال له: يا امير المؤمنين، ماذا قلت للملكين في القبر؟ فقال له عمر: لما جاء الملكان واقعداني للسؤال سألتهما قائلا: من ربكما؟ عمر، من يباري ابا حفص وسيرته؟ او من يحاول للفاروق تشبيهه؟ عمر الرجل الذي صنعه الله على عينه، لم يكن يسمع باذنيه ثم يصدر الاحكام بناء على تقريرات، وهل ضاعت البلاد الا من التقريرات؟ ما زلت اذكر ايها السادة، ما زلت اذكر انه في سنة 68، في سنة 68 1900 وقف احد مراكز القرى وقال للمجتمعين ان الجامعة عندما قامت بالمظاهرة كان وراءها وكان يقودها الشيخ كشك، وكان ذلك في شهر فبراير سنة 1968، وكنت يومها في سجن طرة. كنت يومها اوضة رقم 3 عنبر رقم 4 في سجن طرة.
فقال له احد المستمعين وكان صديقا مخلصا لي: اتعرفه؟ اتعرف الشيخ كشك؟ قال: نعم. قال: هل رأيته؟ قال: نعم. قال له: رأيته اين؟ قال: رأيته يركب سيارة في شارع العباسية ويقود السيارة بنفسه. تقريرات تقريرات تقريرات. الشيخ كشك يقود مظاهرة وهو في سجن طرة، ويركب سيارة يقودها بنفسه. والله يعلم انني قد اكرمني الله بفقد البصر حتى لا ارى وجوه الظالمين، حتى لا ارى وجوه الظالمين. انسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له الا المش، ولا ثياب له الا ثياب مرقعة، ولا يدخل دورة المياه الا كل 12 ساعة مرة، ومع ذلك قاد مظاهرة. ذكرني ذلك بمثل روي في بني اسرائيل. كان رجل فقير من بني اسرائيل يجاور رجلا غنيا، وكان عند الغني فرس وكان عند الفقير بقرة، فولدت بقرة الفقير عجلة، فقال الغني: ان هذه العجلة بنت هذا الفرس. فقال الفقير: اي شيء جرى لك يا سيدي؟ الفرس تلد عجلا؟ قال له: وماذا يمنع؟ اذا فلنتقدم الى القضاء. فذهب الغني والفقير الى القضاء، وتقدم الغني برشوة الى القاضي كما كان دهب بني اسرائيل، فوضع القاضي الرشوة في جيبه ونظر الى الفقير وقال: حكمت المحكمة بان العجلة بنت الفرس. فصار الفقير: كيف هذا يا سيد القاضي؟ قال له القاضي: اما رأيت عينيها تشبه عيني الفرس؟ اما رأيت ارجلها اربعة؟ وللفرس ارجل اربعة. اما رأيت اذنيها تشبه اذني الفرس؟ فهي بنت الفرس بحكم الوراثة. واستأنف الفقير الحكم وذهب الى قاض ثان فارتشى وحكم على الفقير بان عجلته بنت الفرس. وتقدم الفقير الى الاستئناف العالي الى محكمة النقض، ووقف الغني مع الفقير، وحاول الغني ان يرشي القاضي، فقال القاضي: اني اخاف الله رب العالمين. وعقدت الجلسة، واذا بالقاضي يقول: اعتذر اليوم عن نظر الجلسة. قال الغني: لماذا؟ قال القاضي: لانني اشعر ان دم الحيض قد نزل علي الان. فعجب الغني وقال: ايها القاضي، انزل دم الحيض على الرجال؟ فقال له القاضي: وهل تلد الفرس عجلا يا؟ وهل تلد الفرس عجلا يا عجل؟ الظلم، الظلم ظلمات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا. ان عمر لم يكن يسمع باذنيه، انما كان يرى بعينيه.
كان يرى بعينيه انه رأى هذا المبدأ لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. بغلة لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. الله الله، صلوا على من علمه، وصلوا على من رباه، وصلوا على من هياه للحب. عمر لم يكن رجل تقريرات، انما كان عمر رجلا يقف على الحقائق بنفسه. أتدرون ماذا كان شعار الحكم في عهده؟ اسمعوا ماذا كان شعار حكمه. كان شعار الحكم في عهده: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، عيوبي أهداها إلي. اعتبر ان العيوب هدية، هدية غالية. ما كان يضيق صدرا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، بل ان رجلا اشترى منه عمر فرسا، وبعدما ركبها ليجربها اصيبت بعرج في احدى ارجلها، فاراد عمر ان يرد الفرس الى صاحبها، فقال له الرجل بكل جرأة وبكل قوة: اما ان تأخذها واما ان تعيدها سليمة كما اخذتها. من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع ان يقول هذه الكلمة لغفير النظام في مصر؟ لغفير النظام في مصر: اما ان تأخذ الفرس كما اشتريتها واما ان تردها سليمة كما اخذتها. يقول هذا الكلام لمن؟ لامير المؤمنين، لامير المؤمنين، لامير المؤمنين عمر. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا معشر السادة، إن في السماء مملكة، إن في السماء مملكة، إن في السماء مملكة على عرشها رب العالمين، مكتوب على هذه المملكة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. من المنتقم؟ من الجبار؟ من الملك؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من مالك الملك؟ من صاحب العزة؟ من صاحب المملكة؟ من صاحب القوة؟ وحد الله. إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا معشر السادة، وارسل عمر رجلا من رجال مخابراته الاسلامية يسمى محمد بن مسلمة، كان رئيسا لقلم المخابرات الاسلامية ايام امير المؤمنين عمر، ارسله الى اهل العراق ليحقق في تلك الشكوى. وسأل ابن مسلمة: يا اهل العراق، ماذا تقولون في سعد؟
فسكتوا، وتلك طبيعتهم. ماذا تقولون في خال رسول الله؟ ان سعدا هذا خير المصطفى، خاله. كان النبي اذا راه يقول هذا سعد الخالي فليرن امرؤ خاله، كان يفخر بخؤولته، يفخر بانه خاله. ما تقولون في سعد؟ فقام رجل من وسط المصلين اسمه أسامة بن قتادة وقال يا ابن مسلمة انني اتهم سعدا بثلاث تهم. سعد لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. لا يسير بالسرية يعني لا يقود الجيش جهادا في سبيل الله، ولا يعدل في القضية يعني انه ظالم في القضاء، ولا يقسم بالسوية يعني انه ظالم في قسمة الغنائم. والله يعلم انها تهم كلها باطلة، وليس هناك اثقل من السماوات والارض الا تهمة المظلوم. تهمة المظلوم عند الله اثقل من السماوات والارض. فماذا فعل سعد؟ سعد كما علمنا فيما مضى كان مجاب الدعوة، فتوجه الى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأعط العمرة وأعط الفقرة وعرضه للفتن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وحد الملك الوهاب. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال سعد: اللهم أطل عمرة وأطل فقرة وعرضه للفتن. وفتحت أبواب السماء أمام دعوة المظلوم سعد، واستقبل الله الدعوة بنفسه. وعاش هذا الرجل الذي اتهم سعدا حتى انحنى ظهره وحتى احتوجب وضعف بصره وسقط حاجباه على عينيه، فكان يقف في الطريق ويمد يده للسؤال، يسأل الناس احسانا، فاذا مرت به امرأة رمزها باصبعه فيقول له الناس: الا تستحي ايها الشيخ الكبير؟ فكان يقول: ماذا افعل؟ انا شيخ كبير اصابتني دعوة سعد. ايها السادة الاعزاء، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الامام العادل، دعوات مستجابات. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن الكروب المخبوه، ووجد امرأة تشعل النار، وعلى النار قدر، وفي القدر ماء، وفي الماء حصى، وحول المرأة ثلاثة أطفال، أحدهم يقول: أمي أكاد أموت جوعا، والآخر يقول: أمي ارحمي مني الضلوع،
والثالث يقول امي الا احظى باكل قبل ما امضي صريعا. وقف عمر البرد قارف والليل مدلهم وامير المؤمنين امام نار الدنيا يسأل المرأة العجوز ما تقولين في عمر؟ فقالت الله الله في عمر، اشكو عمر الى الله رب العالمين. وهي لا تعرفه، لا تعرف من. اسمعوا اسمعوا الى الحكم في الاسلام. الحكم في الاسلام ليس تشريفا انما هو تكليف. الحكم في الاسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس وضحة، انما الحكم في الاسلام خوف من الحاكم الاعلى، من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف بطار او سهم مريش نفذ الى كبد عمر، فقال لها وما ذنب عمر ايعلم حالكم؟ فقالت له ايالي امرنا ويغفل عنا، ايالي امرنا ويغفل عنا. واذا بعمر ياخذ السهم الثاني ويتوجه مع عبد الرحمن بن عوف الى وزارة التموين الى خزائن الدقيق والسمن والعسل، ويقول لحارس الخزائن، يقول لحارس المخازن: احمل على ظهري هذا الجوال من الدقيق. فيقول له الحارس: احمله عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له: احمل علي. قال له الحارس: عنك ام عليك؟ قال له عمر: سكنتك امك، احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. لا اله الا الله، لا اله الا انت احمل علي، احمل علي، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وحمل عمر الدقيق على ظهره والسمن والعسل في يمينه وصار في شوارع المدينة كأنه حمال في باب الحديد. سار في شوارع المدينة الخليفة الراشد، الخليفة الذي كان يقول بأعلى صوته لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. احمل علي، اسمعوا اسمعوا هذه النماذج التي تخرجت في مدرسة سيدنا محمد. ويجلس امام النار والدخان يتخلل لحيته ويضع الدقيق على السمن ويضع العسل عليهما ويقدم ذلك كله لليتامى بيديه، يضع لهم الطعام بيديه، فتنظر اليه ام اليتامى وتقول له: والله انك احق بالخلافة من عمر بن الخطاب. سبحانك سبحانك، عمر احق بالخلافة من عمر، عمر احق بالخلافة من عمر، عمر بن الخطاب
احق بالخلافة من عمر بن الخطاب، انت احق بالخلافة من عمر. ولم يكتف عمر، بل قال لها: يا امة الله، اذا كان الغد فأتي الى عمر فسوف اكلمه بشأنك. واختبع وراء صخرة والبرد شديد، وقال له عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين، هلم بنا الى البيت فقد اشتد البرد. فقال له عمر: والله لا افارق هذا المكان حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. كأنه مسؤول عن ضحك الرعية وبكائها. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. كأنه مسؤول عن دمعة العين وابتسامة الفم. اعتبر نفسه مسؤولا عن كل دمعة تنزل من عين احد الرعية. لان اليتيم اذا بكى اهتز عرش الرحمن ونادى الله تبارك وتعالى: يا جبريل، من الذي ابكى هذا الذي راه تحت التراب؟ من الذي ابكى اليتيم؟ من الذي ابكى اليتيم يا جبريل؟ ولذلك اذا مسحت بيدك على رأس اليتيم برفق وحنان كتب الله لك بكل شعرة في رأسه حسنة. اليتامى خير البيوت عند الله، بيت فيه يتيم مكرم. قال عبد الرحمن بن عوف: وذهبت مع امير المؤمنين لاصلي الفجر، فوالله ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من فم عمر من شدة بكائه في الصلاة. ليلة ليلاء، ليلة ليلاء، ويوم ايوم، لان عمر رأى مظلوما، رأى اطفالا يبكون من الجوع. وجاء الغد، وجاءت ام اليتامى الى مبنى القيادة، الى مبنى القيادة العمرية الفاروقية، ودخلت فوجدت رجلا بين رجلين، ابن مسعود يقول له: يا امير المؤمنين، وعلي بن ابي طالب يقول له: يا امير المؤمنين. وتأملت المرأة في هذا الرجل فوجدته نفس الرجل الذي كان عندها امس، والذي اعطته درسا في الحكم لا ينسى. الله الله في عمر، ايلي امرنا ويغفل عنا؟ فقال لها امير المؤمنين: لا عليك بأس يا امة الله، اتدرين لما ارسلت اليك؟ قالت: خيرا يا امير المؤمنين. قال لها: بكم تبيعين مظلمتك؟ لا اله الا الله، بكم تبيعين مظلمتك؟ وهل انت ظلمتني؟ الم تحضر لنا الدقيق والسمن والعسل؟ الم تطعم اطفالي بيدك؟ الم تجلس معهم حتى ابتسموا بعد البكاء؟ ما المظلمة؟ قال لها عمر: لابد ان اشتري منك المظلمة من مالي. دفع لها 600 درهم وجاء برقعة وكتب عليها بعد البسملة والصلاة على رسول الله: أما بعد، فقد اشترى عمر من أمة الله هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على عقد الشراء عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، ثم ترى المظلمة واحتفظ بها، وقبل أن يموت قال لهم: ضعوا هذه المظلمة بين كفني وجسدي حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله. لا إله إلا الله، لا إله. هذا هو عمر، وتلك دعوة الإمام العادل، وهذه دعوة المظلوم، وذاك دعوة الصائم. هذه دعوات مستجابات، مستجابات. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا،
فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبع يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال لرجاء بن حيوة وكان رجلا صالحا من جلساء عمر بن عبد العزيز قال له يا رجاء اذا انت دفنتني فانتظر قليلا حتى ترى وجهي اهو الى القبلة ام تحول عنها فقد دفنت كثيرا من خلفاء بني امية ووجهتهم الى القبلة وبعد قليل رأيت وجوههم تحولت عن القبلة. من الظلم من الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة. يا معشر السادة رمضان اوشك ان ينتهي التمسوا ليلة القدر في العشرة الاخيرة من رمضان. ايها السادة لا يليق بنا ابدا ولا يجمل بنا ان نشتري عقودا اسمها عقود الصلاة. نص العقد كما يلي: اتعهد انا فلان الفلاني ان اصلي لله تعالى شهرا كاملا 29 يوما او 30 يوما هو شهر رمضان وبعد انتهاء هذه المدة وفي يوم اول شوال لست ملزما بالصلاة لله وسامزق العقد واكون خالي لي الطرف من الصلاة. ايها السادة ان الله تعالى لن يتنازل عن العرش بعد رمضان. ان الله هو الله هو الدائم بعد فناء خلقه فلا ترجعوا بعد رمضان مدبرين على الاعقاب. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واعلموا ان الاسلام في خطر. الاسلام في خطر. اقول هذه الكلمة وانا اعرف وزنها وقدرها ومداها. ما خطفت خطبة الا وجاءني بعدها استدعاء ولست ادري هل الانبا شنودة يرسل الى احد القساوسة استدعاء اذا خطبت الكنيسة. لست ادري لماذا العنف كل العنف على المسلمين. لماذا لماذا وانا اعلم انني ما زدت عن كوني داعية الى وحدانية من لا اغفل ولا انا ولا انسى ولا انسى يوم قال لي احد المسؤولين اصعد المنبر واقرأ قل هو الله احد ثم انزل وصلي بالناس. سيادته يريد ان يعطيني درسا في التوجيه وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة قد لا يعرف فرائض الوضوء ما هي ولكنه يجلس مجلس الموجه. فقلت له اؤكد لك انني لو فعلت ذلك لو قرأت سورة قل هو الله احد ثم نزلت وصليت فسوف ترسلون الي استدعاء. قال فيما نسألك فيما في قل هو الله احد. قلت له نعم ستسألونني وتقولون لي لماذا تقرأ قل هو الله احد وانت تعلم ان في مصر قوما يقولون الاب والابن وروح القدس. انت تريد فتنة طائفية انت تريد فتنة. سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العلال. فقال له ألست أنت الذي شتمتني منذ عام مضى. فقال له الحمل أنا ابن ستة أشهر
لم أولد إلا منذ 6 أشهر. فقال له الزيد: إذا أبوك هو الذي شتمني؟ قال له: لقد ولدت يتيما. قال له: إذا عمك؟ قال له: ليس لي عم. قال له: إذا جدك؟ وانقض عليه فأكل. وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رافع السماء بلا عمد. ما دمنا مع رافع السماء بلا عمد. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. ايها الاخوة الاعزاء، اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله، فان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع، فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما دامت لأحد، ولو دامت لمن كان قبلك ما وصلت إليك. ما دامت لأحد. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن ملوك مصر، اسألوا التاريخ عن الحكم الفاطمي والايوبي والاخشيدي، اسألوا التاريخ عن الحكم العباسي، واسألوا التاريخ عن حكم المماليك والاتراك واسرة محمد علي، واسألوا التاريخ عن جمال عبد الناصر الذي اوشك ان يقول: ما علمت لكم من اله غيري. اين هو الان؟ اذهبوا الى قبره ونادوا عليه، نادوا عليه. اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر؟ واين المدل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر؟ وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس مضوا، امالك فيما مضى معتبر؟ كل من عليها فات. ويبقى من؟ من؟ ويبقى من؟ وجه ربي. كل شيء هالك الا، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا. صفوا المظالم اذا كانت بينكم وبين العباد مظالم، صفوها. اذا اكلت حق اخيك او حق والديك فرده. اتممت المسلح. اللهم وحد قلوبنا، اللهم وحد قلوبنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. يا جبار السماوات والارض، ادعوك وانا صائم، وفي رمضان، وفي يوم الجمعة، وفي ساعة الاجابة. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم احسن ختامنا، وتولى امرنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.